عظيم جدا. بصوا يا جماعه، يعني طبعا علشان يعني كمان احنا نحاول ندعم الطلاب، والفتره الحاليه يمكن هي فتره مختلفه علينا كلنا وكمان على الطلاب بالثانويه العامه بشكل خاص. اغلبيه كمان الفنانين حبوا يشاركوا ويدعموا الطلاب بشكل خاص، وعلى راسهم كان الفنان الجميل احمد حلمي، نزل على انستجرام كلام وفيديو لطيف جدا ليه، وقال ان يعني انا بدعم كل حبايبي طلاب الثانويه العامه، بنين وبنات، ربنا معاكم ويوفقكم ان شاء الله وينجحكم، وخدوا بالكم طبعا ومحدش يقلع الكمامه، وبلاش كمان تجمعات، مش عايزين يا جماعه يعني ننجح في الثانويه العامه ونسقط في الكورونا، ان شاء الله ننجح في كل حاجه باذن الله يا حلمي. وكمان قال يعني سهيله بنت اختي شد حيلك وربنا يوفقك يا رب باذن الله، طبعا كل التوفيق لكل الطلاب.